غابا عن شوق في إكليلك وأبكي أن رأسي على صدرك إذ كسرت قلبك من أجلي أنا هكار رطبتي بأكسرها هنا إذ كسرت قلبك من أجلي أنا هكار رطبتي بأكسرها هنا عند قدميك وأدهنهما حيث راحتي لا ولا عنا عند قدميك وأدهنهما حيث راحتي لا ولا عنا لا يكن في قلبي لا يكن في قلبي لك كل قلبي لك وحدك لا يكن في قلبي شريك لك لك كل قلبي لك وحدك ولينكسر قلبي ليشبع قلبك فكل شهوتي في مجدك ولينكسر قلبي ليشبع قلبك فكل شهوتي في مجدك دعني أتلف نفسي عند قدميك وأحظى دواما بملء ناظريك دعني أتلف نفسي عند قدميك وأسعى ضعيفا وأستند عليك حتى كل المجد يرجع إليك وأسعى ضعيفا وأستند عليك حتى كل المجد يرجع إليك دعني أكرم اسمك وأرفعه الآن لئلا تمضي الفرصة وينتهي الزمان دعني أكرم اسمك وحدها قد فازت بالنشان وطيب المريمات فتاه الأوان فمريم وحدها قد فازت بالنشان وطيب المريمات فتاه الأوان آتي بطيبي فوق رأسك هبني الآن أعرف حقه قدرك أعرف أنت مين يا رب واعرف أنا مين أنت العالي القدوس الترنيمة الحلوة اللي فيها المرنم بيقول للرب كده بيقول له جلالك يغطي كل ذا الوجود فإنك تيجي نقف مع بعض وإحنا بنقول الترنيمة الحلوة دي علوت جدا أيها الرب الإله علوت جدا في الأرض وفي السماء علوت جدا في الأرض وفي السماء علوت جدا أيها الرب الإله علوت جدا في الأرض وفي السماء علوت جدا ليس مثلك إله علوت جدا أيها الرب عظيم دون ما حدود جلالك يغطي كل ذل فإنك عظيم دون ما حدود لا تقف أمامك على السدود علوت وحدك لك كل السجود بيحبني مش لأن أنا حبيته، هو اللي بدأ بالحب قبل ما جيته، هو اللي بدأ بالحب قبل ما جيته. تاني، بيحبني مش لأن أنا حبيته، بيحبني مش لأن أنا حبيته، هو اللي بدأ بالحب قبل ما جيته، هو اللي بدأ بالحب قبل ما جيته. ولأني خاطئ وعبد رفضت وعاديته، وللجحيم أنا ماشي وعمري ما ناديته، ولأني خاطئ وعبد رفضت وعاديته، وللجحيم أنا ماشي وعمري ما ناديته. حوطني بالحب وأشرق في قلب النور، خبط على بابي فتحت له وملاني سرور، هو اللي بدأ بالحب قبل ما جيته، بيحبني مش لأن أنا حبيته. ابن الغالي اللي حميته، يا بهجتي باللي دعاني وانا لبيته، وقال لي انت ابن الغالي اللي حميته. في الارض هدايا وفي السما انا عندي ميراث، وكل ما ليا صار ملكك ما انت ابني خلاص، هو اللي بدا بالحب قبل ما جيته، بيحبني مش لأن أنا حبيته، هو اللي بدأ بالحب قبل ما جيته، هو اللي بدأ بالحب قبل ما جيته. فعلا يا رب عظيم في محبتك، عظيم في اتضاعك. في ترتيله حلوه، انا مش مجهز ترانيم، بس ممكن ساعات اجهز ترانيم لكن ما اقولش منها الا ترنيمه او اتنين. الترنيمه الحلوه اللي كنت برنمها مع الاسيس ستيفن من يومين ثلاثه كانت بتقول كده: ما فارقنيش ابدا ابدا احسانك، مره تعبد مره تسند مره تشدد وانا وياك، والمرات الثانيه اما بعد شكرا ليك يا رب، انت مش زيي، مش بتعاملني بمعاملتي ليك، لكن انت اله كل نعمه. في وقت ما رفضتك وعديتك، حوطني بالحب واشرق في قلب النور، خبط على بابي فتحت له وملاني سرور، ما فارقنيش ابدا. أبدا أبدا إحسانك لا ما فارقنيش ما فارقنيش أبدا أبدا إحسانك لا ما فارقنيش من وأنا لسه ما سابقنيش وأما بلاقي النفس انهارت تحت رحايب شك وضيق وتقوم هارب مني أطالب قلبك واصرخ ما تسيبنيش وأما بلاقي نفس انهارت تحت رحايب شك وضيق والنوم هارب مني أطالب قلبك واصرخ ما تسيبنيش ما فارقنيش أبدا أبدا إحسانك لا ما فارقنيش ما فارقنيش أبدا إحسانك لا ما فارقنيش من وأنا لسه فرح بالأم سابتنيش وأما تحارب وأنا في القارب بالموجة وبالريح والخوف وأبقى بنازع في هزع رابع تيجي تدافع عني أعيش وأما تحارب وأنا في القارب بالموجة وبالريح والخوف وأبقى بنازع في هزع رابع تيجي تدافع عني أعيش ما فارقنيش أبدا أبدا إحسانك لا ما فارقنيش ما فارقنيش إحسانك لا ما فارقنيش من وأنا لسه فرحب الأم الرحمة شايفني قلبي حنانك سيدي وسابني ما بين حمد وتسبيح وأنا متاخد مسبي وساجد قدام حبي ما بينتهيش دوب قلبي حنانك سيدي وسابني ما بين حمد وتسبيح وأنا متاخد مسبي وساجد قدام حبي ما بينتهيش ما فارقنيش أبدا أبدا إحسانك لا ما فارقنيش ما فارقنيش أبدا لا ما فارقنيش من وأنا لسه في رحم الأم الرحمة شالتني وما سابتنيش ما فارقنيش أبدا أبدا إحسانك ده ما فارقنيش من وانا لسه في رحم الام الرحمه شالتني وما سابتنيش. في ترتيله حلوه جديده بتقول كده، شكرا، في رساله روميا صح 6 بتقول لما الشر ينادي عليك احسب نفسك ميت. في روميا 6 بيقول كده رسول بولس، بيقول انا ابقى في الخطيه لكي تكثر النعمه، حاشا، نحن الذين متنا عن الخطيه كيف نعيش بعد فيها، أم تجهلون أننا كل من اعتمد ليسوع المسيح اعتمدنا لموته فدفنا معه بالمعمودية حتى كما أقيم المسيح من الأموات هكذا نسلك نحن أيضا في جدة الحياة. وبعدين بيقول لأن إن كنا قد صرنا متحدين معه بشبه موته نصير أيضا بقيامته، عالمين أن إنساننا العتيق قد صلب معه ليبطل جسد الخطية لأن اللازمات قد تبرأ من الخطية. وبعدين بيقول كذلك أنتم أيضا احسبوا أنفسكم أمواتا عن الخطية لكن أحياء لمين؟ أحياء لله. فالترتيلة الحلوة بتقول كده لما الشر ينادى عليك احسب نفسك ميت، قول ما بقتش ملك إيديك، ما انتاش عليا سيد. القرار بتاعها بيقول وقدم جسدك بيسوع ذبيحة حية لرضاه والاعضاء بكل خضوع، آلات بر لله. امين. الخطيه مش ممكن تتحكم فيك تاني لانك مت مع المسيح وقمت واحد تاني. بتقول كده لان الذي مات قد تبرأ منين؟ من الخطيه. وان كنا نؤمن ان احنا متنا مع المسيح نؤمن اننا سنحيا ايضا معه. امين. لما الشر ينادى عليك احسب نفسك ميت، قول ما بقتش ملك ايديك ما انتاش عليا سيد. لما الشر ينادى عليك احسب نفسك ميت، قول ما بقتش ملك ايديك ما انتاش عليا سيد. وقدم جسدك بيسوع ذبيحة حية لرضاك، والأعضاء بكل خضوع آلات بر لله. قدم جسدك بيسوع ذبيحة حية لرضاك، والأعضاء بكل خضوع آلات بر لله. والأعضاء بكل خضوع آلات بر لله. الخطية مش ممكن تتحكم فيك تاني لأنك مت مع المسيح وقمت واحد تاني. الخطية مش ممكن تتحكم فيك تاني لأنك مت مع المسيح وقمت واحد تاني. فقدم جسدك بيسوع ذبيحة حية لرضاك، والأعضاء بكل خضوع آلات بر لله. قدم جسدك بيسوع ذبيحة حية لرضاك، والأعضاء بكل خضوع آلات بر لله. والأعضاء بكل خضوع آلات بر لله. كل يوم تحت النعمة وأنت فيها مقيم، وتحت ناموس من غير لعنة بفدية دم كريم. كل يوم تحت النعمة وأنت فيها مقيم، وتحت ناموس من غير لعنة بفدية دم كريم. فقدم جسدك بيسوع ذبيحة حية لرضاك، والأعضاء بكل خضوع آلات بر لله. قدم جسدك بيسوع ذبيحة حية لرضاك، والأعضاء بكل خضوع آلات بر لله. والأعضاء بكل خضوع آلات بر لله. بشر البر عبد وافرح بثمر القداسة، مخلوق فيه للمجد فاطرح كل أهواء ونجاسة. عش للبر عبد وافرح بثمر القداسة، مخلوق فيه للمجد فاطرح كل أهواء ونجاسة. وقدم جسدك ليسوع ذبيحة حية لرضاك، والأعضاء بكل خضوع آلات بر لله. قدم جسدك ليسوع ذبيحة حية لرضاك، والأعضاء بكل خضوع آلات بر لله. والأعضاء بكل خضوع آلات بر لله. الحياة الأبدية وهبها في ابنه ليك، والبركات السماوية كلها بين إيديك. الحياة الأبدية وهبها في ابنه ليك، والبركات السماوية كلها بين إيديك. فقدم جسدك بيسوع ذبيحة حية لرضاك، والأعضاء بكل خضوع آلات بر لله. قدم جسدك بيسوع ذبيحة حية لرضاك، والأعضاء بكل خضوع آلات بر لله. والأعضاء بكل خضوع آلات بر لله. قدم جسدك بيسوع ذبيحة حية لرضاه، والأعضاء بكل خضوع آلات بر لله. كنا بندرس مع الأسيس إستيفن رسالة بطرس الرسول الأولى، ففيها آية جميلة إحنا ما وصلناش ليها في الدراسة. على ما أعتقد 14 و15 هو كان بيدرس من 3 ل 12. بتقول كده: كأولاد الطاعة لا تشاكلوا شهواتكم السابقة في جهالاتكم، بل نظير القدوس الذي دعاكم كونوا أنتم أيضا قديسين. عارفين أنا على ما أفهم الآية دي فرقت معايا خالص من حوالي أسبوع. لا تشاكلوا يعني ما تشاكلش، الخطايا اللي انت كنت بتعيش فيها وانت بعيد عن المسيح ما ترجعش تعمل ايه؟ ما ترجعش تعمل ايه؟ عارفين في عندنا في الصعيد زمان يقول لك ايه؟ تحشكل. عارفين يحشكل يعني ايه؟ حد فاهم يحشكل يعني؟ انا مش فاهمها بس افهم ان الواحد بيعمل ايه؟ يعني بيحاول اقول ايه بس؟ بيحاول يشاكل، خلينا نستعمل لغة الكتاب، لا تشاكلوا، تشاكل يعني ايه؟ حشكل فيها، حاول جلب فيها. ربنا ما يحبش الهزار يا حبايب. بل نظير القدوس الذي دعاكم، سألوا خادم ناجح وربنا مباركه في خدمته. كلنا نعرفه بس مش هقول هو مين. قالوا له ايه سر نجاح خدمتك؟ الجدية في الجندية. الجدية في الجندية، أنا واخد الموضوع جد. وربنا ورانا الايام دي ان الامور ما فيهاش تهريج، الامور جد. فالرب عايزنا نكون جد، امين؟ قدم جسدك بيسوع ذبيحه حيه لرضاه والاعضاء بكل خضوع. الات بر الله. المسيح قدم نفسه لاجلك، قدم ولا ما قدمش؟ قدم. فانا يجب علي ان انا اعمل ايه كمان؟ اقدم جسدي للمسيح، كل اعضائي، كل على بعضي ملك لمين؟ ملك للرب يسوع المسيح. استيفن امين. في ترنيمه حلوه جميله بتقول كده، بتقول علشاني انا جيت من السماوات للارض، لاجلي انا اخليت نفسك اخذا صوره عبد، عشاني انا دقوا في ايديك المسامير، لاجلي انا جرحوا مشاعرك يا قدير. السماوات للأرض علشاني أنا أخليت نفسك وبقيت عبد، علشاني أنا جيت من السماوات للأرض، لأجلي أنا أخليت نفسك وبقيت عبد، علشاني أنا دقوا في إيديك المسامير، لأجلي أنا جرحوا مشاعرك يا قدير، علشاني أنا دقوا في إيديك المسامير، لأجلي أنا جرحوا مشاعرك يا قدير، علشاني أنا هأسلمك للصلب يا رب، علشاني أنا وانت اللي ما عملتش ذنب، علشاني أنا أسلمك للصلب يا رب، من أجلي أنا وأنت اللي ما عملتش ذنب، علشاني أنا دقوا في إيديك المسامير، لأجلي أنا جرحوا مشاعرك يا قدير، علشاني أنا لأجلي أنا جرحوا مشاعرك يا قدير، علشاني أنا وضعوا عليك إكليل الشوك، علشاني أنا وعلى الخشبة هناك صلبوك، علشاني أنا وضعوا عليك إكليل الشوك، من أجلي أنا وعلى الخشبة هناك صلبوك، علشاني أنا دقوا في إيديك المسامير، لأجلي أنام جرح مشاعرك يا قدير، علشاني أنام هدأ في إيديك المزامير، لأجلي أنام جرح مشاعرك يا قدير، علشاني أنام، علشاني أنام. أمين. علشاني أنا دق في إيديك المسامير، لأجلي أنا جرح ومشاعرك يا قدير. اتأثرت قوي باليوحنا المعمدان لما كانوا يسألوه كده، يقول ينبغي أن ذلك يزيد وأني أنا أنقص. الرسول بولس كان دايما كلامه مع المسيح صلبت فأحيا لا أنا بل المسيح يحيا، بل المسيح يحيا فيه. اللي هيعيش للرب يا حبايب واللي هيكرم الرب قريب قريب الرب هيقول له تعالى، مش تعالى بالموت لكن تعالى، هيجي الاختطاف والرب هيجي وياخد كمان مين، وياخد مع المؤمنين. الترنيمه الحلوه اللي بحب ارنمها اللي هي بتقول كده، حياتنا عايشينها للي فدانا، نستنى يجي بنوره يملانا، والايام كلها هو معانا، والمسيح يجي لبيتنا، يجي لبيتنا يودينا. يا كنيسه افرحي جاي المسيح، واسهري مكتوب كده احب المسيح الكنيسه واسلم نفسه لاجلها. تيجي نقف مع بعض واحنا بنقول الترتيله الحلوه دي. والمسيح مجدها يملى عنينا. يا كنيسة افرحي جاي المسيح، واسهري وبيسي بالفرح وبالتسبيح، والمسيح عالساحب جاي لينا ونعيش له وقلوبنا في السماء كل يوم. ليه مجيئه يقربنا والغربة للسماء بتشوقنا، والمسيح هو كل ما لينا. يا كنيسة افرحي جاي المسيح، واسهري بالفرح وبالتسبيح، والمسيح عالساحب جايلي. شكرا. واحنا بنكرم الرب بعطايانا بجامع عطايانا هنرنم الترنيمه جميله حلوه بتقول كده، بالنعمه جايين كلنا، هدفنا مجدك وسطنا، فالهب قلوبنا وحبنا فتلاقي راحتك عندنا يا رب. باطنا، فالهب قلوبنا وحبنا، فالهب قلوبنا وحبنا، فتلاقي راحتك عندنا، فتلاقي راحتك عندنا، بالروح تقود اجتماعاتنا، والمجد لاسمك يا قائدنا، بالروح تقود اجتماعاتنا، والمجد لاسمك يا قائدنا، وشخصك محور عبادتنا، وشخصك محور عبادتنا، وكل كلمة في سجودنا، بالنعمة جايين كلنا، هدفنا مجدك وسطنا، بالنعمة جايين هدفنا مجدك وسطنا، فالهب قلوبنا وحبنا، فالهب قلوبنا وحبنا، عندنا فتلاقي راحتك عندنا، حاضر بنفسك، حاضر بنفسك وسطينا، ظاهر جمالك علينا، حاضر بنفسك وسطينا، ظاهر جمالك علينا، تشبع وتروي وتروي تقوينا، وتداوي كل جروح فينا، بالنعمة جايين كلنا، هدفنا مجدك وسطنا، بالنعمة جايين هدفنا مجدك وسطنا، فالهب فالهب قلوبنا وحبنا، فتلاقي راحتك عندنا، فتلاقي راحتك عندي، تبعت لينا تعزياتك، وتنور ذهننا كلماتك، تبعت لينا تعزياتك، وتنور ذهننا كلماتك، تغمرنا من فيض بركاتك، تغمرنا من فيض بركاتك، يا رب محلى همساتك، بالنعمة جايين كلنا، هدفنا مجدك وسطنا، بالنعمة جايين فالهب قلوبنا وحبنا، فتلاقي راحتك عندنا، فتلاقي راحتك عندنا. هللويا، مبارك اسم الرب. الرب يجد راحته في اجتماعنا، اجتماع القديسين الذين يسبحون الرب ويرفعون اسم الرب. مين يقول امين في اسم يسوع؟ واحنا بنقول اخر ترنيمه مع بعض مع الاخ يوسف، واحنا عايزين نفرح بالرب، وعايزين نبتهج بالملك، وعايزين نحيي الرب، لانه الهنا اله حقيقي، والهنا اله قدير، والهنا قريب مننا، بل الهنا هو كمان مين؟ ابونا. مين يحيي الرب معايا؟ الهنا مستحق. هللويا. بقلوب فرحانه بنعلي غنانا، لاسم اللي فدانا نرفع تسبيح، هاتوا الأوتار، يلا تعالوا نسبح الرب مع بعض. بقلوب فرحانة بنعلي غنانا، نرفع تسبيح، هاتوا الأوتار، عود ومزمار، غنوا الأشعار باسم المسيح، قولوا هللويا هللويا، سبح الرب. ندخل لحجاله نشبع بجماله نهدي لجلاله أحلى الأناشيد يملانا نوره يملانا نوره يغمرنا سروره نهتف بحضوره حمد سبح الرب يا شعب الرب قولوا هللويا زي إلهنا لملأ رفعنا ومع أجلسنا في السماء ده هو فراغنا وهدف أهدافنا ومعه بعيوننا بنشوف آيات قولوا هللويا هللويا سبح الرب هللويا هللويا صالح هللويا الرب صالح إلى الأبد رحمة أنه أشبع نفسا مشتهية ملأ نفسا جائعة ملأ خبزا هللويا الرب صالح أخرجنا من الظلمات وظلال الماء وقطع كل قيودنا قد قطعها هللويا هللويا الرب صالح تحرروا نعم تشفي نعم نعم نعلن إيماننا نقف مع بعض نسبح الرب تغيروا لا تتأخر نؤمن بك تحرروا نعم تشفي نعم نعم نعلن إيماننا لا تتغيروا خلصتنا وتخلص بالتمام ماجدا خلصتنا وتخلص بالتمام نحن نرفعك ونسبحك فيك أماننا ارفع الرب على حياتنا على أبوابنا دماؤك نحن نرفعك ونسبح فيك يا رب هللويا على حياتنا على أبوابنا دماؤك ماجدا خلصتنا وتخلص بالتمام ماجدا خلصتنا وتخلص بالتمام واحنا واقفين اهو مره كمان تحرروا نعم. مين النهارده عنده قيد في حياته، عنده مشكله، عنده امر زي ما تقولوا كده قفله من جوه؟ الرب النهارده جاي بشفاء وتحرير لينا كلنا. مين يقول امين؟ وجاي لكل واحد بيتابعنا الان بيشاهدنا، جاي لكل واحد واثق فيه إنه يحرر من كل ضيق، من كل تعب، من كل ألم، من كل تحدي. هو وحده القادر أن يحررني. قول له يا رب أنا بثق فيك في هذه الليلة. أمين. تحررون. نعم. تشفي. نعم نعم. نعلن إيماننا. لا تتغيروا، لا تتأخروا. نؤمن بك، نؤمن بك. تحررون. نعم. تشفي. نعم نعم. نعلن إيماننا. خلصتنا ماجدا، خلصتنا وتخلص بالتمام. ماجدا خلصتنا، ماجدا خلصتنا، ماجدا خلصتنا وتخلص. ارفع ايدك معايا. نحن نرفعك ونسبحك. ارفع الرب. فيك اماننا. عظم الملك وسطينا. على حياتنا، على أبوابنا دماؤك. مرة كمان ارفع قلبك المسيح. نحن نرفعك ونسبحك، فيك أماننا. هللويا. على حياتنا، على أبوابنا دماؤك. ورياستي. عظم الرب يا شعب الرب. فوق كل اسم وسيادتي. أنت قائم وسطنا، أنت قائم جالس في السماوات. تخضع لك كل الأشياء. فوق كل قوة ورياستي، فوق كل اسم وسيادتي. ارفع الملك. أنت قائم جالس في السماوات. تخضع لك كل الأشياء. مستحق يا رب، مستحق والكرامة. قد ذبحت واشتريتنا، فديتنا بدمك. نحبك. واشتريتنا. اعلن، اعلن فداء الملك. فديتنا بدمك. نحب. مرة كمان نعلن فداء الرب لينا. وقد ذبحت واشتريتنا، فديتنا بدمك. وانت واقف كده ارفع قلبك معايا. يا رب بشكرك وبعظمك لان جئنا في هذه الليله نعلن فدائك لنا، ونعلن سلطانك على حياتنا، ونعلن تحريرك لقلوبنا، ونعلن شفائك يا رب لجروحنا. اتينا في هذه الليله لنعظمك ونسجد امامك ونرفعك قد ذبحت يا رب، قد اشتريتنا، جعلتنا كهنة، جعلتنا ملوك، اخترتنا، أقمتنا يا رب، أرسلتنا. أعظمك وأباركك في هذه الليلة يا رب. كل شعبك في هذا المكان أتى لكي يسجد أمامك، أتى لكي يفرح بك، أتى لكي يتعلم منك، أتى لكي يتقابل معك، أتى لكي يعبدك عبادة حقيقية. المس قلوبنا جميعا في هذه الليلة يا سيد الرب. لا يخرج يا رب من شخص من هذا المكان مثل ما دخل، لكن نخرج بقوة جديدة، بقلب جديد، بملء جديد، مسحة دهن جديد على حياتنا يا رب. غمر غمر يروي حياتنا في هذه الليلة العطشانة. جئنا بأحمال كثيرة نلقيها في هذه الليلة عند قدميك. أنا بشكرك وبعظمك لأنك إلهنا المبارك العظيم المهوب الحاضر وسطنا في هذه الليلة. أشكرك لأنك تسمع وتستجيب، وكل شعب الرب يقول آمين. هاليلويا. تفضلوا ارتاحوا، تفضلوا. هاليلويا هاليلويا، مبارك اسم الرب. هاليلويا. الرب حاضر وسطينا في هذه الليلة، وعايز الرب يكلم كل قلب. الرب عايز يتكلم لكل نفس، الرب عايز يتكلم لكل شخص النهاردة موجود حاضر بجسده هنا أو مش موجود معانا، بيتابع بيشاهد بيسمع النهاردة أو في أي وقت آخر. الرب عايز يلمس كل قلب. ممكن نفصل العود عشان نشيل الجاك. شكرا جزيلا يا شباب. الرب النهارده عايز يلمس قلوبنا. مين يقول امين في اسم يسوع؟ كنا قبل كورونا بنسلم على بعض وبنحيي بعض، بس ممكن تحيي اللي جنبك كده من بعيد، تقول له الرب يحبك، الرب عايز يكلمك النهارده. لو طبعا شريك حياتك قاعد جنبك ممكن تسلم عليه، تعمل يعني ما انتوا مع بعض جايين من البيت، لكن ممكن تحيي كمان اللي وراك اللي قدامك، يعني تعمل كده شيء معين لاخواتك الموجودين في هذا الاجتماع. وصلي من قلبي ان يباركنا الرب. أشكر رب جدا من أجل وقت العبادة والتسبيح اللي رب باركنا فيه بقيادة أخونا يوسف وإخواتنا العازفين. أصلي إن رب يثبت كل كلمة وكل أمر الرب باركنا به. حقيقة اليوم الرب كان وضع على قلبي موضوعين، ولكن خلال الأسبوع الماضي حدثت بعض الأحداث ثقل الرب على قلبي أن أتحدث إليكم في هذه الليلة من مقطع يدور في سياق ما يحدث في هذه الأيام، بل أيضا إكمالا لما تكلم به الرب لنا في الأسابيع الماضية في شهر أغسطس عن العودة للرب، دعوة للعودة للرب، وأيضا دعوة للثبات في المسيح. احنا خدنا 4 أحد في الموضوعات دي. أول أحد اتكلمنا عن دعوة للعودة، وبعدين اتكلمنا 3 مرات عن دعوة للثبات في المسيح. النهاردة الرب عايز يكلمنا لحياة مهمة جدا لكل مؤمن عليه أن يعيشها. موجود الآيات دي في رسالة روميا إصحاح 13 والأعداد الأخيرة من هذا الإصحاح 11 و12 13 14. بيقول كده الرب: هذا وإنكم عارفون الوقت. قول معايا مرة كمان: هذا وإنكم عارفون الوقت، أنها الآن ساعة لنستيقظ من النوم، فإن خلاصنا الآن أقرب مما كان حين آمنا. هقرأ معاكم مرة كمان الآية ديت، لو قادر تقول معايا قول، لو مش قادر أنا واثق أنك بتقولها بقلبك. هذا وإنكم عارفون الوقت، إنها الآن ساعة لنستيقظ من النوم، فإن خلاصنا الآن أقرب مما كان حين آمنا. قد تناهى الليل وتقارب النهار، فلنخلع أعمال الظلمة، نلبس أسلحة النور، نسلك بلياقة كما في النهار، لا بالبطر والسكر، ولا بالمضاجع والعهر، لا بالخصام والحسد، بل البسوا الرب يسوع المسيح. ولا تصنعوا تدبيرا للجسد لأجل الشهوات. أعتقد أن المقطع واضح جدا من بداية الكلام الذي قدمه لنا الرب، الوحي المقدس، وسطره لنا بولس الرسول في هذه الرسالة في هذا الإصحاح. بولس بيبدأ بيقول لنا يعني أنتوا أكيد أنتم عارفون الوقت. هذا وأنكم عارفون الوقت. لا حاجة لي أن أكتب إليكم عن الوقت. قال الكلام ده لأهل كنيسة تسالونيكي. وأنا بصلي من قلبي أنه شعب الكنيسة هنا والمؤمنين في كل مكان والمؤمنين الذين يتابعوننا، وحتى لو ما كنتش مؤمن، الرب النهاردة ينور جوه ذهنك أن الوقت الذي نمر فيه هو وقت دقيق جدا. بل إن هذا الوقت الذي نمر فيه هو أقرب جدا جدا لمجيء الرب. تخيلوا بولس الرسول منذ أن كتب هذه الرسالة حوالي 2000 سنة بيقول لهم كده إن خلاصنا الآن أقرب مما كان حين آمنا. والحقيقة الناس اللي آمنوا في روميا ما آمنوش بوقت بعيد عن كتابة الرسالة، يعني غالبا آمنوا مثلا في سنة، وبولس بعت لهم الرسالة دي بعد ما آمنوا بأربع خمس ست 10 سنين، ده ماكسيمم يعني 10 سنين. فتخيلوا بيقول لهم في ال10 سنين دي الوقت قرب لإيه؟ لخلاصنا. ما بالكم بعد 2000 سنة الرب يعيد نفس الكلام على المؤمنين أن خلاصنا الآن أقرب مما كان حين آمنا. ممكن واحد يكون قاعد يقول لي طب ما احنا إيه خلاصنا دي؟ مش احنا اتخلصنا بالنعمة؟ نعم، إن الخلاص بالنعمة، إن الخلاص بالإيه كمان؟ بالإيمان. بالنعمة أنتم مخلصون بالإيه؟ بالإيمان، وذلك ليس منكم، هو عطية الله، ليس من إيه؟ أعمال كي لا يفتخر أحد. نعم، الخلاص لا ينفع أن يكون غير بالإيمان والنعمة. هذا هو الخلاص الإيه يا جماعة؟ الخلاص الروحي اللي الرب صنعه لأجلنا على الصليب وتممه بالفداء العجيب، وتأكدنا منه في نصرة القيامة. أن الرب خلصني عندما أتيت وصدقت في عمله على الصليب لأجلي، خلصني روحيا، غير قلبي، صيرني إنسان جديد. يقول الكتاب المقدس إذا إن كان أحد في المسيح فهو إيه؟ خليقة جديدة، الأشياء العتيقة قد مضت، هو ذا الكل قد صار إيه؟ جديدا. هذا الخلاص هو الخلاص الروحي، الخلاص الأدبي الذي يعطيني الرب به طبيعة جديدة، قلبا جديد. لكن الخلاص اللي بيتكلم عنه بولس الرسول هنا هو مش الخلاص الأدبي ولا الخلاص الروحي، لكنه الخلاص الأبدي، الخلاص الإيه يا جماعة؟ النهائي. الخلاص النهائي ده إمتى يتحقق؟ إمتى يتم؟ إمتى نحصل عليه؟ عندما يأتي المسيح ليأخذ كنيسته، عندما يأتي المسيح ليخطفنا ونكون مع الرب إيه؟ كل حين. الرب قال الكلمات دي على لسان بولس الرسول في رسالة الأولى لأهل تسالونيكي صح 4، وهكذا نكون كل حين مع الرب. لكن الرب في يوحنا 14 أيضا قال حيث أكون أنا، قول معايا لو أنت عارف، تكونون أنتم إيه؟ أيضا. الخلاص اللي تتكلم عنه بولس الرسول هنا هو الخلاص الأبدي. هل الخلاص الأبدي ده أصبح قريب؟ ده بولس الرسول بيقول إنه قريب من كام سنة؟ من 2000 سنة. طب ما بالكم بعد مرور 2000 سنة قربنا لهذا الخلاص الأبدي ولا لسه قدامنا وقت طويل؟ قدامنا وقت طويل جدا جدا، مش كده برضو؟ إيه رأيكم يا جماعة؟ عارفين بطرس الرسول بيسطر كلمات مذهلة في رسالته الثانية إصحاح 3، كلام مذهل قوي. بيقول إيه؟ بيقول في صح 3 من هنقرا عدد 1، بيقول هذه اكتبها الان اليكم رساله ثانيه ايها الاحباء، فيهما انهضوا بالتذكره ذهنكم النقي لتذكروا الاقوال التي قالها سابقا الانبياء القديسون ووصيتنا نحن الرسل، وصيه الرب والمخلص، عالمين هذا اولا انه سياتي في اخر الايام. هياتي ايه بقى يا جماعه؟ قوم مستهزئون. يعني ايه مستهزئون؟ يعني ولا هممهم كلمة الرب، أو بلغة الشباب كل ما الرب يقول لهم كلمة بيعملوا إيه؟ للأسف بينفضوا له. عارفين الناس اللي بتنفض؟ أو ودن من طين وودن من طين برضه. فبيقول قوم مستهزئون سالكين بحسب شهوات أنفسهم وقائلين أين هو موعد مجيئه؟ ما أنتوا عاملين تقولوا لنا من زمان الرب قرب يجي وما جاش، ده مش هيجي، خليك عيش حياتك بقى. أنا عايز أعيش الحياة، عايز أعيش اللحظة، عايز يعيش الإيه؟ عايز يعيش الدنيا بتاعته. مع إنه للأسف الشديد لو انتبه هيكتشف إنه ما يقوله لنفسه يقول لنفسه كلام باطل. زي كده مين؟ الغني الغبي اللي قال لنفسه إيه؟ أهدم مخازني وأبني أوسع واحط فيها ايه؟ الغلال، واقول لنفسي يا نفسي كلي واشربي وايه كمان؟ وافرحي لان لك خيرات ايه؟ كثيرة. هو الحد هنا مش غلطان قوي، بس اللي جاي بقى هو الغلط. موضوع للسنين ايه؟ عديدة. يعني حاسس ان هو هيعيش ليه بقى؟ يعني هيعيش. طبعا الرب رد عليه قال له ايه؟ قال له انت اذكى واحد، انت اشطر واحد. قال له ايه؟ يا غبي، في هذه الليلة تطلب نفسك منك. طب وايه تكملة الآية؟ وهذه التي أعددتها لإيه؟ لمن تكون. أن خلاصنا الآن إخواتي الأحباء أقرب مما كان حين إيه يا جماعة؟ حين آمنا. وعايزك تطبقه على حياتك الآن. يعني في حد قبل الرب من سنة، الرب قرب يجي بسنة، يعني في سنة فاتت فالرب قرب. طب في واحد بقاله 20 سنة، النهاردة الرب مقرب منك ب20 إيه؟ سنة. طب تقول لي الرب هيجي امتى؟ محدش يقدر يعرف، لكن نقدر نميز الأوقات. شوفوا بقى في آية 11 بيقول إيه؟ قول معايا كده، هذا وأنكم عارفون الإيه؟ الوقت. إخواتي الأحباء، الرب عايز كنيسته تستيقظ في هذه الأزمنة، عايز كنيسته تفوق وتصحى وتسهر، ونميز الإيه يا جماعة؟ الأوقات. ما هو تمييز الأوقات؟ أن الرب على الأبواب، أنه قريب جدا في مجيئه، أن الرب يدعو الكنيسة في كل مكان أن تصحو وتسهر. هل دي دعوة من الرب موجهة لنا في رسالة روميا فقط؟ بالعكس، ده الرب موجه الدعوة دي لنا في مواضع كثيرة جدا في كلمة الله. اقرأ معايا آيات كثيرة. بيقول في متى 24 عدد 42 لحد 44. طبعا متى 24، متى 25 من ضمن اصعب الاصحاحات اللي في الكتاب المقدس، هو مع مرقس 13 ولوقا 21، مع طبعا تسالونيكي 4 والثانيه الاولى صح 4، وتسالونيكي الثانيه اصحاح 2 و3، ومع سفر الرؤيا، ومع شويه اصحاحات في سفر زكريا، ومع سفر دانيال من عدد صح 7 للنهايه. كل الشواهد اللي ذكرتها لكم دي بتتكلم عن اخر الزمان. تفسيرها صعب عسر، بس احنا النهارده الرب جاي يقول لنا القضيه مش انك تعرف امتى الرب جاي بالظبط، الساعه كام ويوم ايه، لا، القضيه هو انك هل لديك التمييز الروحي للاوقات والازمنه ام لا؟ هل صاحيين سهرانين ولا ما زلنا غافلين نايمين؟ متى 24 بيقول ايه؟ 42 بيقول اسهروا إذن لأنكم لا تعلمون في أي ساعة يأتي ربكم، واعلموا هذا أنه لو عرف رب البيت في أي هزيع يأتي السارق لسهر ولم يدع بيته ينقبه، لذلك كونوا أنتم أيضا إيه يا جماعة؟ مستعدين. عارف يعني إيه السهر؟ عارف يعني إيه الصحو؟ عارف يعني إيه الاستيقاظ؟ إنك تكون إيه يا جماعة؟ مستعد. عارفين لما واحد بيقوم من النوم بيبقى نايم وقت قصير، أو ما بيقوم من النوم بيكون إيه؟ مدروخ. فلو هو قام من النوم بعيد عنكم على مثلا تخبيطة باب ولا تليفون، بيبقى حاسس ان هو مش دريان، مش مستعد للرد. حتى ايفن بعد ما التليفون يفوت او الموقف يمر، بعد ساعات تقول هو كان ايه اللي بيحصل معايا الصبح بالظبط؟ انا كنت مدروخ. لكن لو التليفون ده او الشخص ده او الباب اللي خبط عليك في البيت جالك وسط اليوم، انت صاحي ومستيقظ ولابس وانت واعي، فانت مستعد ويقظ. الرب النهارده جاي يقول لكل واحد فيكم وانا ليا انا كمان، ولكل واحد في المشاهدين، انا قربت اجي، مستيقظ ام نائم؟ سهران ومستعد ولا ما زلت موحول في امور العالم؟ أصلي من قلب أن يملأ الرب قلوبنا في هذه الليلة بهذا الاستعداد. قول أمين في اسم يسوع. لذلك كونوا أنتم أيضا مستعدين لأنه في ساعة لا تظنون يأتي ابن الإنسان. أفسس 5:14 يجدد الرب لنا الدعوة للاستيقاظ، بيقول لذلك يقول استيقظ أيها النائم وقم من الأموات فيضيء لك المسيح. عايز اقرا معاكم ايتين تانيين قبل ما اتكلم عن المقطع اللي احنا قريناه من لحظات في روميا 13. بطرس الاولى 4:7 بيقول وانما نهايه كل شيء قد اقتربت. ايه تاني بطرس بيقولها لنا دي من 2000 سنه؟ وانما، قول معايا كده، وانما نهايه كل شيء قد ايه؟ اقترب. طب ليه نعمل ايه يا بطرس؟ نفزع، لا، نتعقل ونصحو لايه؟ للصلوات. وهنا كلمة الصلوات تعني أني مستمر في حياتي اليومية، متواصل باستمرار مع الرب. بالمناسبة الرب ما بيقولكش عشان تستيقظ وتستعد لمجيئه إنك تترك كل شيء، يعني تترك شغلك، تترك بيتك، تترك دراستك. الرب مش ده اللي مقصود. الرب بيقولك اصحى وتعقل واسهر وكن مستعد ويقظ، بمعنى أن قلبي وحياتي أصبحت أقرب في العلاقة مع المسيح، واني مستعد دائما وباستمرار ان اتواصل معه في كل دقيقه من دقائق اليوم. اخواتي الاحباء، ان هذه الدعوه دعوه حقيقيه. الرب لا يدعونا دعوات هو لا يقصدها، بل يدعوني دعوه يقصدها. الايه الاخيره احب اقراها معاكم، موجوده في كورنثوس الاولى 16:13. كورنثوس الاولى 16:13. هذه دعوات كثيره جدا، عندي ايات كثيره جدا لضيق الوقت اللي فات مننا. كورنثوس الاولى 16:13، قول معايا كده الايه القصيره دي: اسهروا، ايه كمان؟ اثبتوا في الايه؟ في الايمان، ايه كمان؟ كونوا ايه؟ رجالا، وايه اخيرا؟ تقووا في الرب. قولوا معايا مره كمان الايه ديت: اسهروا، اثبتوا في الايمان، كونوا رجالا، وايه كمان؟ تقووا. دعوة من الرب للاستيقاظ. نرجع مرة تاني لرومية 13. هتعبكم معايا في الكنترول روم فوق وهنا كمان تحت في الآيات الرايحة جاية، لكن مهم جدا أن يكون كلمة الله تتغلغل الوعظ والتعليم. نقرأ مع بعض تاني رومية 11 وأحبك تقراها معايا لو قدرت. بيقول كده: هذا وأنكم عارفون الوقت، أنها الآن ساعة لنستيقظ من النوم، فإن خلاصنا الآن أقرب مما كان حين أمنا. قد تناهى الليل، تقارب النهار، فلنخلع أعمال الظلمة ونلبس، لنسلك بلياقة كما في النهار، لا بالبطر والسكر، لا بالمضاجع والعهر، لا بالخصام والحسد، بل البسوا الرب يسوع المسيح، ولا تصنعوا تدبيرا للجسد لأجل الشهوات. لو معاك كتابك المقدس، اشكر رب من اجل بعضكم اللي معاك كتاب المقدس. لو مش معاك كتابك المقدس، اشجعك مره تاني انك يكون معاك كتابك المقدس، ويكون معاك قلم تعلم فيه في كتابك، لانه لما بتشوف اللي بيتقال بيفرق كتير معاك، وبتتغذى روحيا، وبترجع تلهج وتقتر على الكلمه في بيتك وخلال الاسبوع. عايزك تعلم معايا في كتابك المقدس على بعض الامور. الأمر الأول هو الحقيقة اللي قالها بولس، اللي كنت بحكي فيها معاكم في لحظات سابقة. بيقول إيه الحقيقة؟ أنكم عارفون الوقت. إيه هو الوقت ده؟ الأمر الجاي، أن خلاصنا الآن أقرب مما كان حين أمنا. يعني خلاصنا الأبدي أصبح قريب لينا. طب وإيه اللي بيأكده تاني بولس كمان؟ حط خط تحت عدد 12: قد تناهى الايه؟ الليل. ايه الليل ده؟ ليل هو ليل غياب الرب عن الارض. هو الرب قال كده: انا نور الايه؟ انا نور العالم، انا هو نور العالم. نعم، هو تركنا نحن لكي نكون ايه يا جماعه؟ نور العالم. تركنا لكي نكون ملح للارض، ولكن عندما ياتي الرب ينير بنوره العالم اناره وضوء حقيقي. الليل هو الفترة التي نعيش فيها، لأن العالم قد وضع في الشرير، والظلمة تملأ الأرض، والقسوة والفساد والخطية والألم والاحتياجات والظروف الصعبة والحروب الدائرة والمشاكل الغير العادية الاقتصادية والسياسية والصحية التي تجتاز فيها الأرض كثيرة. هذا هو الليل. بولس بيقول لنا تناهى الليل أو قد انتهى الليل. طب وإيه كمان يا جماعة؟ وتقارب النهار. هذه الحقيقة. ايه الحقيقه اللي قدامنا؟ بيقول لنا ايه؟ خلاصنا الان اقرب مما كان حين املنا، وان الليل قد تناهى، وان النهار قد تقارب. طيب نعمل ايه يا بولس بقى؟ كذا فعل. حط دوائر على الافعال دي. اول فعل بولس حطه، وده الفعل الرئيسي، هو الاستيقاظ. وبعدين بولس راح فصل الاستيقاظ في المقطع ده ببعض الامور. يبقى الفعل الرئيسي في المقطع ده هو ايه؟ الاستيقاظ. والاستيقاظ معناه ايه؟ السحر، السهر، الصحو، الاستعداد، اليقظة، انك واقف مشدود الحقوين، حاطط النعل في رجلك، ممنطق ذهنك بخوذة هي رجاء الخلاص. الاستيقاظ. طب الاستيقاظ شكله ايه؟ تعال نشوف مع بعض في عدد 12. اول فعل وهو فعل ناحية سلبية، لأنه في أفعال سلبية. يعني إيه سلبية؟ يعني ما نعملهاش. في أفعال إيه كمان إيجابية، يعني نعمل إيه؟ نعملها. أول فعل هو نخلع، تاني فعل هو نلبس، ثالث فعل هو نسلك، رابع فعل هو نلبس، خامس فعل لا تصنعوا. يبقى 5 أفعال عندنا في هذا المقطع، لو معاك كتابك المقدس تعرف تعلم عليهم. الفعل الأول هو نخلع. نخلع إيه؟ نخلع أعمال الظلمة. طبعا بولس جه وهو بيقول، أو بولس كان دايما يقول كلمة وبعد كده يفسرها شوية أو يعطي ليها معنى أوسع. نخلع أعمال الظلمة، راح فسر الكلام ده بإيه بقى؟ في آخر جزء من آية 14، لا تصنعوا تدبيراً للجسد لأجل الشهوات. يعني إزاي أخلع أعمال الظلمة؟ بإني لا أصنع تدبيراً للجسد لأجل الشهوات. هو إيه الكلام ده معناه؟ معناه التالي، إنه لو افتراضاً، يعني افتراضاً واحد فينا، ما أعتقدش إن في ولا واحد فينا عنده كده ولا هيعمل كده، إنه مثلاً عجبه يعني أسد صغنون كده، يعني إيه؟ كيوت كده يعني. فقال لك أنا الأسد ده جميل وعينه جميلة كده وحلو، وهي الأسود وهي صغيرة شكلها حلو. لو اتفرجت على صورة ليها أو فيديو لذيذ كده ولطيف، فجبته أنت اشتريته وحطيته فين؟ في البيت عندك، قلت أنا هحطه في قفص يعني وبتاع، يعني على أساس إن أهل البيت بتوعك وافقوا كده. وبعدين فضلت تعمل ايه مع الاسد دوت؟ تهتم بيه. يعني ايه تهتم بيه؟ يعني تاكله، يعني تشربه، يعني تنظفه، يعني ترعاه. فالاسد ايه اللي بيحصل فيه؟ بيكبر. طيب فكبر شويه، تقول انا ممكن اعمل ايه معاه؟ اتعلم ازاي اروده فرضا يعني. فبدات تتعلم ازاي تعمل ايه؟ تروض الاسد. تقولش يعني مثلا احنا ايه هنروض الاسد فعلا. وبعدين الاسد فضلت تعمل ايه؟ تاكله. طبعا اكل الاسد ده اكل يعني بسم الله ما شاء الله يعني، ها لازم تذبح له عجول وحاجات كتير قوي. طيب وتعلمت ازاي تاكل الاسد وتصيمه يوم عشان معدته ترتاح والحاجات دي. وبعدين فجاه الاسد ايه اللي حصل له بقى؟ كبر قوي بقى، كبر قوي. يعني الاسد اللي بيبقى عنده سنه ده ضخم ضخم. انت ربيت جوه البيت ايه؟ وحش. متوقع الوحش ده يعمل ايه؟ يبقى لسه كيوت برضه كده لطيف يعني. ده ممكن يعمل ايه في القفص اللي انت حاطه فيه؟ يدغدغ القفص. وبعدين يعمل ايه؟ يلتهم الناس اللي في البيت. عارفين الجسد طبيعه القديمه زي الوحش ده، كل ما غذيت الوحش كل ما الوحش ايه اللي حصل له؟ كبر وعمل ايه؟ يلتهم جواك. يعني لو احنا جينا اتقابلنا مع الشخص اللي ربى الاسد الكيوت ده، وبعدين حاول يقنعنا بشتى الطرق ان الاسد ده يكون كويس، ما تقلقوش يا جماعه حتى لو كبر ما تقلقوش، وكل شيء تحت السيطره وانا مسيطر عليه والكلام ده، هنصدقه ولا مش هنصدقه؟ عمرنا ما هنصدقه. نقول له يا عم يا اخ انت، ويا شاب انت، ويا اي حد يعني. غالبا هو هيكون شاب من الشباب اللي حابب يعني كده يعمل مغامره، بس مغامره نهايتها معروفه. هنقول له لو سمحت ما تضحكش علينا وتضحك على نفسك، انت بتأذي نفسك. مهما حاولت تقنعنا ان الاسد ده لما يكبر هيكون يعني اليف، وانت هتكون جامد قوي في ترويضه، وانت هتعرف قوي قوي تتعامل معاه وهتبقى قوي، ما تقنعناش مش هنصدقك. عارفين احنا مش مصدقينه فعلا، بس للاسف الشديد احنا بنصدق نفسنا لما بنغذي طبيعتنا القديمة اللي بتفضل تكبر وتكبر، واحنا بنقنع نفسنا ان احنا مسيطرين عليها. بولس الرسول بيقدم لينا هذا الفكر الكتابي الواضح، كيف نخلع أعمال الظلمة؟ بأننا لا نصنع تدبيراً للجسد. ما معنى لا نصنع؟ معناها ان احنا نمنع التغذية، نمنع المية والنور عن الطبيعة القديمة. عارفين احنا بنعمل زي ايه؟ زي ما كانت مثلا الدول زمان بتحارب الارهاب بالفكر الامني، يقول لك في اوقار ارهابيه هنا، نعمل ايه؟ دغدغ الاوقار الارهابيه، اضربهم بالصواريخ. طب في وقر تاني، طب اكتشفنا مش عارف اسلحه هنا، نفع الحل الامني ده؟ ما نفعش. فبدات الدول بصفه عامه يعني، ومصر طبعا، تعمل ايه؟ تقول لك لا احنا عايزين نجفف الارهاب من ايه؟ من منابعه. يعني ايه تجفف؟ يعني توقف الامر من اصله. فيبدأ يغير في إيه؟ يبدأ يغير مثلا في المناهج التعليمية، يبدأ يغير في الفكر السائد في المجتمع، يبدأ يشتغل في الميديا والإعلام على أمور معينة تخلي الناس تفهم إنه الإرهاب كذا وإلى آخر هذه الأمور. لو الدول أو الدولة بتاعتنا ما عملتش الموضوع ده وفضلت طول الوقت تعمل إيه؟ تضرب صواريخ هنا وقنابل هناك في موضوع الإرهاب، الإرهاب هيختفي ولا يظل؟ هيظل. أنا وأنت بنعمل كده مع طبيعتنا القديمة. طبيعتنا القديمة وحش كاسر، وأنت عمال تغذيه طول الوقت. بتغذيه طول الوقت. طب هي طبيعتنا القديمة دي لخصها بولس الرسول في ثلاث أمور. إيه الثلاث أمور دول؟ في عدد 13. البطر والسكر هو الأكل. المضاجع والعهر هو الجنس. الخصام والحسد هما المال. البطر والسكر هما شكل بعيد أو متطرف للالتصاق والعبودية تحت نير الأكل. هتقول لي الحمد لله ما بسكرش، ماشي، بس مهتم بالأكل، كل يوم بتفكر تعمل إيه عشان يكون في أكل في بيتك. أصلاً الأكل مهم بالنسبة لك. كنت موجود في مصلحة كده حكومية من أيام، واقف مستني الدور بتاعي، الحمد لله كانت فاضية يعني المصلحة دي. فواقف يعني بسلام وامان، فالمهم عدى قدامي موظف للوهله الاولى معرفش ايه اللي يعني خلاني ارى هذا قلت الموظف ده يحب الاكل، معرفش ليه، المهم لف ودخل مكتبه فعلا يا جماعه بامانه، طلع الشنطه، طلع السندوتشات، بدا ياكل. بعد ما بدا ياكل شعرت بيه علامات من السرور والرضا على وجهه، لانه كل كده يقدر يتعامل مع ايه؟ مع المواطنين. قبل الاكل هو ايه؟ هيشتم المواطنين، هيعطل امور المواطنين، لان الاكل ما تبصش على البطر والسكر انه انا ماليش دعوه بالسكر وانا مالي بالحاجات دي، بس اوقات مستعبد للاكل. هذا هو تدبير الجسد، هذا هو تغذيه الطبيعه القديمه. مش قادرين نتوقف عن الاكل، مش قادرين نقعد وقت بدون اكل، مش قادرين نمارس الصوم. الامر الثاني اللي بيتكلم فيه بولس الرسول على الطبيعه القديمه هو الجنس. طبعا الكلام هنا متطرف، المضاجع، انا ما بتكلمش عن الكلام طالما متطرفه، لا، بولس بيدينا الصوره النهائيه، المضاجع والعهر. والرب جاء ليعمق الوصيه، الكل من نظر الى امراه واشتهاها في قلبه فقد ايه يا جماعه؟ او اشتهاها بس فقد زنى بها في قلبه. القضية غير متعلقة بالفعل المادي المحسوس قد ما أن متعلقة بفكري النجس وتعاملاتي مع الجنس الآخر غير النقية ونظراتي الشريرة وتعاملي مع الأشياء غير الملموسة، الفيرتشوال زي ما الشباب بيقولوها، الصور والمواقع والأصوات والكلمات وحتى الأغاني. الأمر يبدأ بهذا الشكل وينتهي بالمضاجع والعهر. طب ايه امر ثالث بولس الرسول لخص فيه موضوع الجسد كمان؟ الطبيعه القديمه، المال. هتقولي ده بيتكلم هنا عن الخصام والحسد، ما هو ايه اصل كل الشرور؟ المال. ليه الناس بتخاصم بعضها؟ عشان المال. ليه الناس بتحسد؟ عشان المال. المال باي شكل من الاشكال، حتى لو ممتلكات او حتى اثاث جوه البيت او حتى عقارات او حتى منصب. ليه بنحسد بعض؟ لان فلان اعلى مني وفلان اغنى مني وفلان افضل مني، ورحت حضرت مش عارف فين معاه فلقيته بيعمل كذا، او زرته في بيته فلقيته مش عارف عنده ايه، فبدات جوايا يحصل ايه معايا؟ حسد. والحسد يولد ايه؟ الخصام. ليه؟ لان المال الذي اذ ابتغاه قوم ضلوا عن الايمان وطعنوا انفسهم باوجاع ايه يا جماعه؟ كثيره. هرجع تاني عشان ما نتوهش مع بعض. بولس الرسول بيتكلم معانا في هذا المقطع عن دعوه للاستيقاظ، الاستعداد، السهر. السهر مش هبقى كده عايش حياتي زي ما هي وحاسس انه يعني. واحد قابلته في شهر 5 اللي فات، فكانت لسه كورونا شاده حيلها في مصر وفي العالم، فهو يعني كلنا متألمين بسبب كورونا وكمامات وحاجه صعبه، فهو شاعر ان يعني موضوع كورونا دي ازمه كده يعني وهتعدي. وبعدين قال لي اصل هي سنه 2020 دي من اولها باينه كده. يعني ايه اولها باينه كده؟ كل الوقت للمؤمن خير وبركه، انما خير ورحمه يتبعانني ايه؟ سنه 2019 2021 مثلا، كل ايام ايه؟ حياتي. طيب بعد ما كورونا خفت وقلت كده والدنيا بقت كويسه وبنسمع يعني مش عارف كام 100 حاله هنا معانا وحاجات كده ارقام صغيره، يعني بتلاقي الشخص ده اللي هو شايف انه يعني كورونا دي ازمه وهتعدي وحاجات زي كده، خلاص هو يرجع لايه؟ لطبيعه حياته العاديه اللي بينام فيه بيصحى فيه، مش دريان. هو شكليا بيقول انا مش من هؤلاء المستهزئين الذين يقولون اين موعد مجيئه، انا مش من ضمنهم شكلا، بس مضمونا انا من ضمنهم، لاني موحول، لاني اصنع تدبيرا للجسد، لاني بغذي طبيعتي القديمه، بحب المال اكتر، ما عنديش مشكله في بعض الامور المتعلقه بالجنس الاخر، يعني اللي بدي النفس فيها عذر كده يعني وماله يعني وربنا برضو كبير يعني وبيرحم وهتوب وهرجع. طبعا بيحلل لنفسه انه تحت نير الاكل بكل الامور والاسباب، لانه ده طبيعي يعني ناكل ونبقى احنا يعني لقمه العيش يا جماعه. وهو يصنع تدبيرا للجسد. اخواتي الاحباء، اصلي من قلبي في هذه الليله ان كل مؤمن وكل مؤمنه بيسمعني، ولو انت مش مؤمن خلي بالك ان الخطاه عارفين الرب هيجي. ليه؟ لان احنا بنكرز. طب الناس اللي كانوا ايام نوح كانوا عارفين الرب هيجي هيضرب الارض بالطوفان ولا ما كانوش عارفين؟ كانوا. ليه كانوا عارفين؟ ليه؟ لان نوح كان بيعمل ايه؟ يكرز للبر. اقرا عنه في بطرس الثانيه 2. انقذ الرب نوح 8، يعني 8 شخص مع ال7 الباقيين اللي معاه اللي هم 3 ولاده ومراته و3 زوجات ولاده، لانه كان كارزا للبر، يعني كان بيكرز. والناس كانت بتعمل ايه مع كراسته ديت؟ تستهزأ وتقول له انت راجل كبير ومش فاهم حاجه، وسيبنا نعيش اللحظه ونعيش دنيا ونعيش حياتنا ويعني بقى نعمل بالطول وبالعرض. هل الشخص الذي لم يرتبط بالمسيح بعد يعلم ان المسيح قادم؟ نعم يعلم. الرب يتكلم لكل قلب. المؤمن والمؤمنه في هذا الزمن، انتم عارفون الوقت، انها الان ساعه لنستيقظ من النوم. الامر الاخير اللي احب اختم بيه وعشان الوقت بتاعنا اللي فات، بولس مش بس قال لنا نخلع، مش بس قال لنا لا نصنع تدبيرا للجسد، مش بس شرح لنا انه الاكل والجنس والمال، لكن كمان بولس شجعنا على السلوك بلياقه. طب السلوك بلياقه ايه شكله؟ في عدد 13 ده بيشرحه، في عدد 14 البسوا الرب يسوع. يعني ايه تلبس الرب يسوع؟ يعني تتخذوا نصيبك. بالمناسبه عمر ما في واحد خاطي هيستيقظ ويبقى مستعد للمسيح، ما هو اصلا ميت. انا عشان اكون مستعد لمجيء المسيح لازم الاول اعمل ايه؟ اقبل المسيح. ولما اقبل المسيح في قلبي ايه اللي يحصل معايا؟ اترك اعمال الظلمه. طب واعمل ايه؟ واسعى في اثر البر، وايه كمان؟ واكون منتظر مجيء الرب. بولس لخص الكلام ده في رسالته إلى تيتوس، تلميذه تيتوس، في إصحاح 2 والآيات من 11-14. بولس بيقول الكلمات دي لتلميذه تيتوس، بيقول له إيه كده؟ عدد 11 بيقول لأنه قد ظهرت نعمة الله المخلصة لجميع الناس معلمة إيانا. نعمل إيه يا جماعة؟ أن ننكر الفجور والشهوات العالمية. يبقى النعمة خلصتني وتعلمني أن أنكر الفجور. طب إيه كمان؟ والشهوات طبعا. وإيه كمان؟ وتساعدني، تشجعني، تدفعني أن أعيش بالتعقل والبر والتقوى. فين يا جماعة؟ في العالم الحاضر، مش لما هوصل عند الرب بس. كان الأخ يوسف بيرنم معانا في بداية الاجتماع، دعني أكرم اسمك وأرفعه. إمتى؟ لما أوصل ليك بقى رب ونبقى إحنا مع بعض، مفيش أي مشاكل. وأنت قلت أنا هنا في مشاكل بقى، فيعني فوتها. الرب ما بيفوتش، ما أعرفش أفوت الرب. ده دعني أكرم اسمك وأرفعه إيه؟ الآن، لئلا تمضي الفرصة وينتهي الزمان. فبيقول إيه بقى بولس لتلميذه تيموثاوس؟ في العالم الحاضر. طب ايه كمان يا جماعه؟ منتظرين الرجاء المبارك. يا اشكرك يا رب، انا منتظر الرجاء المبارك، انا منتظر مجيء سيدي وفديه ومخلصي، انا منتظر المسيح ياخدني في حضنه. مين منتظر اللحظه ديت يا جماعه؟ مين مشتاق لها؟ مين دايما بيلهج فيها؟ مين دايما بيفكر فيها؟ مين دايما بيبحث عنها؟ مين دايما واقف بيراقبها؟ عارفين المراقبة، أنت منتظر كده بشغف بلهفة، يا رب إمتى يجي مثلا فلان اللي بحبه ده، أو ابني اللي مسافر، أو شريك حياتي اللي غايب عني بقاله فترة، أنا بلهفة بترقب. طبعا أنا طول عمري لما بقف في أي مكان عايز أشوف حاجة طول عمري بعمل إيه؟ بشب. عشان إيه؟ عشان قصير. بس لو أنت طويل هتقدر تشوف. بس أنا وأنت في حياتنا الروحية محتاجين نكون بنشب. عارف يعني ايه بتشب؟ يعني بترفع راسك عن كل ما في العالم، كل ما يضايقك، كل ما يتحداك. ربنا مش عايزك تتكعبل في كل شيء. واحد قال لك كلمة ضايقتك، واحد مش عارف، انت حسيت انه تجاهلك، فانت بقى ايه، كأن الدنيا اتقلبت. حبيبي، اخويا، عزيزتي، اختي، لا يوجد وقت لنا ان نبقى متكعبلين طول الوقت في مثل هذه التفاهات. قد تناهى الليل يا جماعة وتقارب النهار. الرب بأعلى صوته بيقول فلنخلع ولا نصنع بل نسلك ونلبس الرب يسوع. مين النهاردة ياخد هذا القرار؟ مش كفاية الكعبلة في أي أمور تافهة كده؟ حقيقة لو قعدت مع نفسك، قعدت تشوف إيه اللي معطلك عن الحياة بالرب، لو قعدت مع نفسك قاعدة حقيقية، لو مش عارف ممكن تقعد مع حد يسألك أسئلة، يمكن تجد إنك أنت كل اللي بيحصل معاك ممكن يكون صعب، بس عايز اقول لك ما يستاهلش انك تبقى ملتفت بعيدا عن الرب. بالعكس، الرب يشجعك في هذه الليله ان تستيقظ، ان يكون في سراجك ايه؟ زيت. متى 25 بيتكلم الرب عن مثل العذاره العشره، اللي هو من اصعب الامثال اللي قالها الرب يسوع. يعني التفسير متضارب فيها، بغض النظر الخمسة الجاهلات دول كانوا مؤمنين وما كانوش مؤمنين، كانوا معترفين بالرب باسما وما كانوش معترفين بالرب قلبا. أنا ما يفرقش معايا دلوقتي، أنا يفرق معايا في إيه؟ إنه نهاية المثل الرب قاله كده. إيه اللي قاله الرب بقى؟ اسهروا. معلش نفتح مايكل الآيات ديت، متى 25 في أول هذا الإصحاح الرب بإيه أعطى هذا المثل بعد كلامه عن العلامات، علامات مجيئه في متى 24. بيقول ايه في متى 25 في اخر الوقت؟ فاجاب وقال في عدد 12 الحق اقول لكن اني ما اعرفكن فاسهروا اذا. هدف المثل ده كله ايه؟ مش ان نعرف الجاهلات دول كانوا ولا ما كانوش. ممكن لو انت عايز تبحث ابحث وكمل بحث، ما بمنعكش، بس ما تضيعش المعنى الرئيسي للمثل. ايه هو ده المعنى الرئيسي؟ فاسهروا. سراجك يكون مليان بايه؟ بالزيت. والزيت اشاره لايه؟ للروح القدس. عمل الروح القدس فيا يسري ويكبر وينمو ويعمل. مش تبقى عايش ناشف متقصف، مش تبقى عايشه وانتي دايما كده في امور في حياتك، ودايما في امور مضايقاكي، ودايما في امور مأيداك. الرب عايز بالروح القدس ياتي ينقي حياتك في هذه الايام، فتعيش متعقلا، تصحو للصلاه والسهر. عايز اقرا معاكم آية أخيرة موجودة في رسالة كورنثوس الثانية أصحاح 7 عدد 1. كورنثوس الثانية 7:1. بالمناسبة لو أنت عايز تفتكر كورنثوس الثانية 7، في كورنثوس الأولى 7، مش لازم تطلعها. في عدد 31 على ما أذكر بيقول بولس الرسول لأن هيئة هذا العالم إيه اللي يحصل لها؟ تزول. هيئة هذا العالم، يعني في هيئة هذا العالم، يعني العالم كله، إيه اللي هيحصل فيه؟ يزول. طب في كورنثوس الثانية 7 بيقول إيه؟ فإذ لنا هذه المواعيد. عارفين المواعيد؟ قالها في صح 6. إيه هو المواعيد؟ إن الرب يكون أبونا وإحنا ولاده، إن إحنا نكون هيكل ليه وهو في جوه الهيكل ساكن. آخر وأنتم تكونون لي بنين أنا أكون لكم أبا، يقول الرب القادر على كل شيء. دي المواعيد اللي كانت لينا من الرب. طب إذ لنا هذه المواعيد أيها الأحباء، إيه اللي نعمله؟ قول معايا أرجوك كده من خلف الكمامة لو أنت قادر ترفع صوتك. لنطهر ذواتنا من كل إيه؟ دنس الجسد والروح، مكملين القداسة في إيه؟ في خوف الله. قول معايا مرة كمان الآية ديت، لنطهر ذواتنا من كل إيه؟ دنس الجسد والروح، مكملين القداسة في. هي دي الدعوة اللي ربنا عايز يقول لك النهاردة ويقول لي عليها. لنستيقظ، لنطهر أنفسنا، تيجوا نصلي مع بعض. تعالوا نرفع قلوبنا للرب واحنا بنرنم مع بعض وبنصلي رافعين قلوبنا قدام الرب. اسم الرب يسوع، في اسم الرب يسوع، في اسم الرب يسوع. قدم نفسك للرب في هذا الوقت. هللويا هللويا. مبارك اسمك يا رب، مبارك اسمك، مبارك اسمك. لك المجد يا رب، لك المجد. قدم نفسك للرب في هذه الليلة، قدم نفسك للرب في هذه الليلة. قول يا رب أنا عايزك تطلعني كده من غفلتي، تلمس يا رب قلب النائم يا رب. مش عايز أكون في الدوامة، مش عايز أكون في الدوامة. أنا في دوامة بتخليني كده لافف، بلف وبغرق وبتشد. يا رب النهاردة صحيني 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 من جديد يا رب. لا أريد تفاهات الحياة إنها تعطلني عن الاستمرار في تبعيتك. عايز لما تيجي يا رب أكون سهران ويقظ. عايزك يا رب لما تيجي أكون مستعد. المس قلبي في هذه الأيام يا رب، المس قلبي في هذه الأيام، المس قلبي في هذه الأيام. هللويا 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 هللويا. مبارك اسمك. هللويا. لك المجد يا رب. قول معنا الكلمات ديت. بحبك العجيب ألهب قلبي، فأشبع قلبك يا رب، فأشبع قلبك بصدق حبي. قول مرة كمان معانا، الأخ يوسف بيقودنا. قول معانا بحبك العجيب ألهب قلبي، فأشبع قلبك بصدق حبي. ارفع قلبك معايا. تعالى برعش، تعالى برعش في كل عظامي، روحك يملأ، روحك يملأ كل كياني. تعالوا كل حزاني، انهضني يا يسوع، انهضني يا يسوع. تعال برعش في كل عظامي، تعال برعش في كل عظامي، روحك يملأ كل كياني. تعالوا بدد كل أحزاني، انهضني يا يسوع، انهضني يا يسوع. مشتاق لعملك فيا، اطلبها من قلبك. مشتاق لعملك فيا، محتاج للمسة قوية، قوية، انهضني يا يسوع، انهضني يا يسوع. لو انت قاعد في الاجتماع هنا ما فتحتش قلبك للمسيح بعد، الرب دعيك النهارده انك تفتح قلبك لمين يقول امين. ولو انت النهارده عايز تاخد خطوه مع الرب بايمان وتعيش حياه يقظه، اقف معايا. مش بقول لكل الناس تقف، بس بقول لكل واحد عايز يعيش حياه يقظه او عايز يفتح قلبه للمسيح. لو انت عايش في ذنوبك وخطاياك، هتروح فين لو حياتك انتهت النهارده او الرب جه؟ هتروح فين؟ موضوع انتهاء الحياه ده موضوع يعني كل يصيب الكل. واحنا بنقول مره كمان الكلمات ديت، انهضني يا يسوع. مره كمان بصلي من قلبي انك لو النهارده عايش حياه روحيه ضعيفه، او لو عايش في خطاياك مكبل بعيد عن الرب، وقف قول يا رب اسلم لك قلبي في هذه الليله، انا عايز اكون معاك يا رب. عايزك لما تيجي اكون يا رب من جسدك اللي هيخطف ويضم يا رب معك كده، نكون احنا الاثنين معا. تعالى برعش في كل عظامي، روحك يملأ كل كياني. تعالوا بدد كل حزاني، انهضني يا يسوع، انهضني يا مشتاق لعملك فيا، مشتاق لعملك فيا. صليها من قلبك، محتاج للمسة قوية. افتح قلبك للرب، مشتاق لعملك فيا، محتاج لمسة منك يا رب، محتاج للمسة قوية. انهضني يا يسوع، انهضني يا يسوع، انهضني يا يسوع. أنا مشتاق لعملك فيا، محتاج للمسة قوية. أنا مشتاق لعملك فيا، محتاج للمسة قوية. انهضني يا يسوع، انهضني يا يسوع. تعالوا نقف مع بعض واحنا بنختم هذا الاجتماع. ربما تكون عندك احمال معينه وعندك تحدي معين في حياتك، انا عايزك تسال الرب النهارده تقول له فهمني يا رب انا ليه داخل في الازمه دي او في الضيق ده. ربما الرب يكون عايز يشكل في حياتك او يشدد عضلاتك الروحيه، او الرب عايزك تنتبه لخطيه معينه في حياتك. وانت واقف كده واحنا بنختم بنقولها، عرش قلبي وملء حبي، ربي حياتي تحلو بحبك وملء حبي ليس سواك ربي حبيب. ربي إليك أدنو بقلبي، هذه حياتي ماذا تريد. وعدك يعطي نفسي يقينا، يثمر في بل ويزيد. عرش قلبي، مين يقول يا رب عرش قلبي ليك أنت وحدك؟ هات لنا العدد الأخير يا مايكل واحنا بنقول له كده، ربي إليك أدنو بقلبي، ربي إليك أدنو بقلبي، هذه حياتي ماذا تريد. وعدك يعطي نفسي يقينا، يثمر فيها. مرة كمان، ربي إليك، ربي إليك أدنو بقلبي، هذه حياتي ماذا تريد. وعدك يعطي نفسي يقينا، يثمر فيا بل ويزيد. عرش قلبي وملء حبي، وكل عمري وطاعتي، ليس كلاما ولا انفعالا، بالصدق أمري بجملتي. عرش قلبي وملء حبي، وكل عمري وطاعتي، ليس كلاما ولا انفعالا، بالصدق آتي بجملتي. هنقول مرة كمان القرار دوت، ها عرش قلبي. مين يقول يا رب عرش قلبي أنت، ليك أنت بس يا رب، أنا هستيقظ في هذه الليلة، أنا هرجع ليك من كل قلبي، أنا هحطك أنت قدامي، أنا هكون سهران وصاحي، أنا هكون مستعد لمجيئك الذي قارب على الأبواب. قول معايا، ها عرش قلبي وملء حبي وكل عمري وطاعتي، ليس كلاما ولا انفعالا، بالصدق آتي بجملتي، عرش قلبي وملء حبي وكل عمري وطاعتي، ليس كلاما ولا انفعالا، بالصدق آتي بجملتي. يا رب بنجيلك بجملتنا، بنجيلك بقلوبنا، بنجيلك واحنا خاضعين، بنشكرك من اجل كلمتك اللي بتيقظنا، من اجل كلمتك اللي بتصحينا، من اجل كلمتك يا رب اللي بتعمل في حياتنا. ساعدنا ان نكون يا رب صحيين، ساعدنا ان نلقي رجاءنا بالتمام على النعمه التي يؤتى بها الينا عند استعلان يسوع المسيح. يا رب لا نكون من القوم المستهزئين الذين يا رب يفكرون بانك لن تاتي، بل ساعدنا يا رب كل يوم أنك تنهض بالتذكرة أذهاننا النقية، فنلتصق بك أكثر ونصحو أكثر ونستعد أكثر. اختم على الكلمة والقرارات، ثبت الكلمة جوه قلوبنا. كل من تابع وشاهد أيضا، كل من يشاهد ويتابع فيما بعد، ساعدنا أن نكون أمناء في عملك وفي كرمك. اسمعنا يا سيد عندما ندعوك بالشكر القائلين: أبانا الذي في السماوات، تقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا كهافنا أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد، آمين. ولأن نعمة ربنا يسوع المسيح، محبة الله الآب، شركة وعطية الروح القدس تكون معكم، تدوم فيكم من الآن وإلى أبد الآبدين، آمين. امدوا بسلام، سلام الرب معاكم. أنا بحبكم قوي.